بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملتقى بوتقة الأسبوعي، وهي سلسلة من المحاضرات الأسبوعية والتي تقام مساء كل يوم الثلاثاء من الأسبوع، نتناول فيها مواضيع عدة تختص في مجال العمارة والعمران. محاضرتنا لهذا الأسبوع بعنوان نحو استراتيجية وطنية شاملة لترشيد استهلاك الماء، والتي سوف يقدمها لنا بمشيئة الله سعادة الدكتور محمد بن حسين صالح إبراهيم. الدكتور محمد هو أستاذ مشارك في كلية العمارة والتخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، وهو مهتم بالفنون البصرية وبتحسين جودة الحياة في المدن، وكذلك في مواضيع ترشيد استهلاك الماء واستهلاك الطاقة. فأهلا وسهلا بك دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى صحبه وأهله أجمعين. أولا أشكر الأخ فهد العنقري وزملاء في موقع بوتقة لدعوتي لإلقاء هذه المحاضرة القصيرة. أنا في الحقيقة مهتم بموضوع استهلاك الماء من زمان، ومن الثمانينات من القرن الماضي في الواقع، وقدمت أبحاث حول إعادة استخدام الماء في الوحدة السكنية في المؤتمر الهندسي السعودي الأول اللي صار إذا ما أنا غلطان من سنة 87 في جامعة البترول، ساعتها الحين سموها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. اللي أبغى أتكلم عنه عن وضع استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع الماء في المملكة. كما أرى الآن، إن شاء الله أكون غلطان، أنه ما في استراتيجية واضحة للتعامل مع موضوع استهلاك الماء في المملكة. والدليل على هذا أنه لما الله يكرمكم أدخل مرحاض جامعة الملك سعود في كلية العمارة والتخطيط أو في المؤسسات العامة الأخرى، وأضغط على زر الله يكرمكم كرسي، تطلع كميات هائلة، تتدفق كميات هائلة من الماء. أرى أيضا الهدر في البيوت، أرى الهدر في أماكن أخرى كثيرة، في المولات وفي المطارات وفي أماكن أخرى لا توجد مباول اللي ممكن توفر كميات كبيرة من الماء بدل من استخدام الكراسي العامة، الكراسي المعتادة قصدي أنا، لصرف مياه التبول. هذه أحد المظاهر اللي أراها لعدم وجود استراتيجية عامة، استراتيجية شاملة وعامة لاستهلاك الماء. طيب، لماذا أساساً نبغى نرشد استهلاك الماء؟ استهلاك الماء عندنا، الماء يأتي من تحلية المياه ومن المياه الجوفية. تحلية المياه وضخها من الجبال إلى الرياض أو من جدة إلى الطائف أو حتى في داخل جدة أو في داخل الجبال والدمام، هذه عملية مكلفة جدا. في الثمانينات كانت تكلف في حدود 10 ريال للمتر المكعب الواحد حسب تقديرات بعض الباحثين، وأتوقع الآن تضاعف الرقم هذا. وطبعا المبلغ اللي يدفعوه المستهلكين أقل بكثير من هذا المبلغ، معناتها إنه الدولة تتحمل تكلفة تحلية المياه وضخها إلى المستهلك. صحيح إنه الماء من الحاجات الرئيسية اللي ينبغي توفرها للإنسان، ولكن إذا صار يهدر فهو في الحقيقة هدر للمال العام. الهدر هذا ممكن استخدامه، الوفر في المال العام ممكن استخدامه لتوفير خدمات أخرى، ولحتى مد
خدمات الماء إلى منازل إضافية في المدن وإلى مدن أخرى أيضا. ولا ننسى أيضا استهلاك الماء، يعني استهلاك البترول. كيف؟ لأنه محل المعامل تحلية المياه تشتغل بالبترول، وبالتالي إحنا نستهلك كميات كبيرة من البترول اللي عندنا لتحلية المياه، لإنتاج الطاقة أيضا المستخدمة في تحلية المياه وفي معامل. يعني البترول أيضا يستخدم مباشرة في معامل استخدام معامل تحلية المياه. فالوضع الحالي ليس هناك استراتيجية واضحة شاملة للتعامل مع الماء، سواء كان مياه الآبار أو المياه المعالجة للشرب. بصورة عامة الزراعة هي أكبر مستهلك للماء، هذا موضوع آخر طبعا. إحنا الآن راح أتكلم عن المياه المدنية اللي يسموها domestic water، اللي هو المياه اللي يستهلكوها الناس في المنازل وفي المتاجر والمدارس، المياه داخل المدن. والمياه هذه في الغالب مياه محلاة. المياه اللي تجي من الرياض في الحقيقة هي خليط من المياه اللي تستخرج من آبار الوسيع على بعد ساعة من الرياض، وتخلط بالمياه القادمة من الجبال، المياه المحلاة من الجبال. مصادر المياه في الجزيرة في آبار عميقة يزيد عمقها على كل متر. مثلاً في نادي الفروسية في الرياض الآبار اللي حفرت فيه أكثر من كيلومتر عمقها. هذه المياه تسمى مياه حفورية لأنها تشكلت قبل ملايين السنين أثناء تشكل البترول، وبالتالي هي مياه تنضب كمية محدودة لا يتم تغذيتها عن طريق الأمطار، ومتى ما نضبت انتهت فنشت. في المياه السطحية والارتوازية والعيون الطبيعية، هذه بسبب زيادة الضخ منها جفت الكثير منها وقل انتاجها. العيون اللي كانت موجودة في الأحساء، في القطيف، في ينبع، في الأفلاج، هذه غالبيتها إذا ما جفت فهي على وشك الجفاف، وكمية المياه اللي تطلع منها كمية محدودة طبعا بسبب زيادة عدد السكان. يعني في الستينات عدد السكان في المملكة كان في حدود 6 ملايين وكذا، كنا نعرف. الحين الرياض لحالها فيها 7 ملايين، والمملكة فيها 30 أو 40 مليون. بالنسبة للمياه المعالجة، القطاع السكني هو أكبر المستهلكين للمياه المعالجة. مياه الرياض زي ما قلنا خليط. تكلفة تحلية المياه وضخها كانت في حدود 10 إلى 15، الآن تضاعفت. معدل الاستهلاك اليومي للفرد في المملكة حسب تقديرات شركة المياه الوطنية 265 لتر للشخص، ويعتبر من أعلى مستويات الاستهلاك في العالم. منظمة الصحة العالمية تقول أن الإنسان يحتاج إلى 100 لتر في اليوم. ومعدل الاستهلاك اليومي في الدول بصورة عامة وبالأحرى في المدن يختلف من 70 لتر في اليوم في الأحياء الفقيرة إلى حتى 350 لتر في اليوم في الأحياء الطبقة المتوسطة والثرية، حيث الأحياء هذه فيها مباني أو في الأحرى فيلل كبيرة وفيها حدائق وفيها مسابح واستهلاكها من الماء أكثر. طيب أتكلم الآن عن العوامل المؤثرة على استهلاك الماء، وراح أنتقل أوريكم لوحة توضح العوامل هذه. خليكم معايا بس دقيقة. طيب هذا البيت، طيب أشارككم هذا. طيب عوامل استهلاك الماء، استهلاك الماء
طيب شير سكرين، نرجع للسكرين هذه. طيب شوف السكرين الحين يا شباب حقي. نعم واضح دكتور. نعم، العوامل المؤثرة على أنماط الاستهلاك ممكن تقسيمها إلى عاملين، إلى نوعين في الواقع. عوامل داخلية، قصدنا داخل البيت الواحد أو داخل العقار، وعوامل خارجية لها علاقة بالأسعار والدولة ككل. أوكي. العوامل الداخلية لها علاقة بنمط الاستهلاك وصفات المنازل. نمط الاستهلاك له علاقة بالعوامل الاجتماعية، له عدد السكان في كل منزل، أعمارهم، جنسيتهم. أوكي. عوامل اقتصادية، مستوى الدخل كل ما زاد مستوى الدخل زاد استهلاك المياه. عوامل اجتماعية، مستوى التعليم، طبعا الناس المتعلمين عندهم اهتمام أكثر بتوفير المياه من الناس غير المتعلمين، وحتى الناس المتعلمين يتباينوا يختلفوا في مدى اهتمامهم بتوفير المياه. أيضا العوامل المؤثرة على أنماط الاستهلاك لها علاقة بصفات المنازل، نوع البناء، إذا كان البناء كبير صغير، عمره، البناء القديم يكون المواسير اللي فيه قديمة ومتشققة، مساحة البناء طبعا كل ما زادت زاد استهلاك الماء، وجود الماء في الداخل والخارج، قصدنا طبعا في بعض القرى تكون ماسورة المياه خارج المبنى وبالتالي لابد ينقل الماء من خارج المبنى إلى داخل المبنى، هذا في غير متواجد عندنا، الله العليم إذا كان متواجد في القرى ولكن في المملكة في المدن لا. عدد الحمامات طبعا كل ما زاد عدد الحمامات كل ما زاد استهلاك الماء. تقنيات التوفير، عدادات المياه، عدادات المياه كل ما وجد عداد للمياه قل استهلاك المياه. بمعنى آخر أنه في المنازل اللي الناس ما يدفعوا حسب استهلاكهم وإنما يدفعوا مبلغ محدد سواء للبلدية لشركة المياه أو لمالك البناية وتبر، أوكي، يستهلكوا ضعف المباني اللي يدفعوا حسب استهلاكهم للمياه. وبالتالي الآن طبعا بدأ يزيد أعداد الشقق في المملكة، وأحيانا كثيرة الشقق ما فيها عدادات منفصلة لكل شقة، في خزان رئيسي وكل شقة تستخدم نفس يعني تدفع نفس الكمية من الماء مقابل استخدامها، وهذا ما يشجع إطلاقا على استخدام المياه، على توفير استخدام المياه، وبالتالي يفضل أن يكون لكل مستهلك عداد خاص فيه. تقنية المياه، المحابس أحد مصادر الإهدار في المياه إذا كانت ما تتسكر كويس، وأيضا المحابس اللي لها محبسين منفصلين للماء الحار والبارد، كل مرة الواحد لابد إنه يخلط بين الماء الحار والماء الباردة، غير المحابس اللي لها عصا واحدة اللي تتحكم في الكمية ودرجة حرارة المياه. هذه المحابس هي تقلل من استهلاك المياه. كراسي الحمامات هذه تستهلك ما لا يقل عن يعني 25% من استهلاك المياه في البيت، 30% إلى 25% من استهلاك المياه في البيت. يعني كراسي، الله يكرمكم، كراسي الحمامات، لأن كل مرة الواحد يدخل يشخ يتبول شيء 300 ملي لتر، يعني ثلث اللتر، يستخدم بين 10 و 25 لتر لصرف الموية هذه. طيب التوصيلات، المواسير أيضا هذه
يتسرب منها الماء بكثرة. الاستهلاك الفعلي، الاستهلاك الفعلي 30% يروح للمرحاض الله يكرمكم تقريبا في المملكة، 70% يروح للدش، 70% يروح للدش. طبعا هاي تقادير، تقادير يعني نقول من 40 إلى 70% يروح للدش، 20% يروح للغسيل، وأيضا 30 إلى 50% من المياه اللي تضخ في الشبكة تتسرب إلى الأرض، لأن الشبكات القديمة فيها تسربات كثيرة، وهذه موجودة في كل الدول وفي كل المدن، ولذلك ينبغي تجديد الشبكات من حين لآخر. أنا أتذكر في وقت من الأوقات كنت مستشار غير متفرغ لمصلحة معاشات التقاعد، والمبنى حقهم كان في المربع في شارع الوشم، نعم في شارع الوشم، وفي الدور الأرضي عندهم مكاين الهاتف والاتصالات. المهم قالوا لنا، أنا كنت معهم في لجنة تساعد مصلحة معاشات التقاعد في الإشراف على مشاريعها في حي الدبلوماسي، المهم قالوا لي يا دكاترة نبغاكم تنزلوا تشوفوا حل مشكلتهم. إيش حل مشكلتهم؟ إنه في موية كثيرة في البيسمنت حقهم اللي فيها السنترالات حق التلفون وكذا، وكانوا يضخوها للخارج، يضخوها إلى البيسمنت. طبعا الموية هذه من فين تيجي؟ هذه تيجي من تسربات الشبكة اللي موجودة في الأرض. لا أعرف الآن كمية التسربات، ولكنها التسربات هذه موجودة. وإذا تتذكروا منتزه السلام بني أساساً للتعامل مع تسربات المياه اللي موجودة في الأرض، واللي كانت تنز الموية كانت تهرب تتسرب إلى الأنفاق في طريق الملك خالد، في طريق النفق بالذات اللي موجود قريب من منتزه السلام، فوجدوا كحل جيد للمشكلة هذه أنهم يسووا منتزه سلام ويحفروا آبار في المنتزه، آبار سطحية اللي يستخرج منها الماء ويستخدموه في البحيرة اللي موجودة في المنتزه. فالبحيرة الموجودة في المنتزه، منتزه سلام، هي ماء معاد تكريره جاي من الشميسي، من محطة معالجة المياه في الشميسي، وآبار موجودة في المنتزه نفسه. الماء اللي فيها أساساً جاية من المياه السطحية اللي موجودة في المكان. طيب العوامل الخارجية، العوامل الخارجية لها علاقة خلصنا من الموضوع الأولان، تكلمنا عن الحدائق المسابح أيضا تستهلك كمية كبيرة من المياه. العوامل الخارجية اللي تأثر على أنماط الاستهلاك، أول شيء المناخ، طبعا في الشتاء الواحد يستهلك كمية أقل من المياه من الصيف، الصيف الواحد أنت عارفين مو بس يشرب موية أكثر ولكن أيضا يتروش أكثر. تسعيرة المياه لها علاقة مباشرة جدا بكمية الماء اللي يستهلكوها الناس. بالطبع كل ما زاد تكلفة المياه كل ما قل استهلاكها. في الماضي التسعيرة كانت بالمرة زهيدة. احنا في بيتنا كنا ندفع شيء 12 ريال في الشهر للموية، الحين ندفع 120، 10 أضعاف. وبالتالي في الماضي كان تسعيرة بالمرة تافهة، وبالتالي كان الناس يستهلكوا الموية بكثرة، ونتيجة لهذا الموية ما كانت تتوفر بكثرة. يعني كانت شركة المياه بالأحرى كانت ساعتها وزارة الزراعة المسؤولة عن المياه، كانت تضخ المياه في الشبكة مرة واحدة في الأسبوع، يوم واحد في الأسبوع، وبقية الأيام ما في شبكة، ما في مياه في الشبكة.
الآن بعد ما رفعوا أسعار الماء قل الهدر، وبالتالي أمكن توصيل الماء تقريبا يوميا، موجودة الماء الآن في الشبكة، فتسعيرة الماء لها علاقة مباشرة. أنا لا أعرف عن الشرائح، لكن لما تدخل إلى موقع شركة المياه ما في أي معلومة عن الشرائح، وما أدري إذا كان فعلا في شرائح ولا لا. طبعا في شرائح في الكهرباء، كلما زاد استهلاك الكهرباء عن مقدار معين ترتفع السعر، ترتفع التسعيرة، فما أعرف إذا كان الماء فيها أيضا شرائح ولا لا. المفروض طبعا يكون في شرائح، بس ما أعرف، لأنه في الموقع حق شركة المياه الوطنية ما في أي معلومات عن تسعيرة المياه. السياسات والقوانين، السياسات والقوانين لها علاقة أيضا باستهلاك المياه. في أمريكا في ضرائب يدفعوها الناس على المنازل اللي يملكوها، يسمونها property taxes، يعني الضرائب الملكية أو ضرائب العقار. أوكي، والضرائب هذه طبعا هي توفر مصدر من المال إلى البلدية، ولكن أيضا هي أيضا وسيلة لتحفيز الناس على تقليل استهلاك الماء وتقليل استهلاك الكهرباء. اللي أعرف مثلا في إحدى المدن الأمريكية كانوا يعطوا تخفيضات في الضرائب للناس اللي يستخدموا محابس معينة أو يستخدموا أجهزة معينة اللي توفر استخدام الماء. إحنا ما عندنا ضرائب، لكن ممكن نفكر في محفزات في تسعيرة الماء. مثلا الناس اللي عندهم، اللي يستخدموا وسائل لتوفير استهلاك الماء، ممكن تعطى لهم تسعيرة خاصة، أو ممكن نوفر، يعني نفكر في طرق مختلفة أيضا. طبعا النمو السكاني، كلما زاد عدد السكان في الوطن كلما زاد الاستهلاك. هذه لها علاقة أيضا بالسياسة الوطنية بالنسبة للسكان، نحن نبغى نحتفظ بعدد السكان كما هو، نزيد بكلام عن زيارة عدد السكان في الرياض إلى 25 مليون. إذا زاد عدد السكان في الرياض معناتها كمية المياه اللازمة لتقضي للناس راح تزيد أيضا، فهذه لازم ناخذها بعين الاعتبار. هذه بالنسبة إلى العوامل المؤثرة على استهلاك المياه. انتقل الآن إلى استراتيجيات توفير استهلاك الماء. طبعا أول الاستراتيجيات هي التثقيف الناس، إرشاد الناس، لأنه والله يا جماعة ترى عندنا مشكلة، إحنا دولة صحراوية ونتصرف كأن إحنا عايشين في نيويورك ولا في بريطانيا. أنت تعرفوا الأمطار عندنا، معدل الأمطار 100 سنتيمتر في السنة في المنطقة الوسطى، و 400 سنتيمتر في السنة في مرتفعات عسير. في لندن ونيويورك 2000 سنتيمتر في السنة، 2000 20 ضعف الأمطار اللي تجينا. مع ذلك إحنا نستهلك الماء كأن إحنا عايشين في نيويورك. فلابد أن إحنا نثقف الناس على الموضوع هذا، يكون من المواضيع اللي تناقش باستمرار. السياسات اللي ممكن نستخدمها، ينبغي السياسات هنا التسعيرة، الضرائب، المحفزات، ينبغي التفكير في سلة من السياسات اللي من شأنها ترشيد استهلاك الماء، ترشيد استهلاك الماء. طيب هذا بالنسبة إلى المناجر، ولكن حتى
المؤسسات العامة، المؤسسات العامة اللي هي المدارس، المساجد، الجامعات، المولات. غالبية المولات ما فيها مباني. التيرمينال 5 المحطة رقم 5 الجديدة اللي في مطار الملك خالد ما فيها مباول، مع إنه المباول موجودة في تيرمينال 1 و2 و3. فإحنا قاعدين نرجع لورا في الواقع في الموضوع. الحين يمكن أضاف بعض المباول إلى تيرمينال 5. المباول توفر كميات هائلة من المياه، لأنه غالبية أسباب دخول الحمام الله يكرمكم هو للتبول وليس للتبرز. فاستخدام المباول هو أحد الوسائل لتوفير المياه في المولات، في الجامعات، في المؤسسات الحكومية الأخرى، مهم جدا. المساجد تستهلك كميات كبيرة من الماء إلى الوضوء، وأيضا إلى صرف الفضلات الصحية. المياه المستهلكة في الوضوء مياه شبه نظيفة، يعني غسيل لليد وغسيل للوجه وغسيل للأرجل، يعني ما فيها مكروبات كثيرة زي مثلا المياه المستخدمة في غسيل الأكل والأشياء أخرى. هذه ممكن إعادة استخدامها لصرف الفضلات الصحية داخل الحمامات اللي موجودة في المساجد نفسها. حتى ما في وسائل تشجيعية لترشيد استهلاك الماء داخل المساجد، داخل حمامات المساجد الله يكرمكم، بغض النظر عن إعادة استخدامه. وأتوقع المشكلة هي إنه كل مسجد موصول مباشرة بالموية وما له ميزانية خاصة. يعني تخيل لو كل مسجد له ميزانية منفصلة يتحكم فيها أو يصرفها الإمام، وبالتالي له ميزانية إلى الكهرباء، له ميزانية للنظافة، له ميزانية إلى العمال هو الحارس والمؤذن وهالمجرة. فهنا يصير من صالح الإمام نفسه إنه يخفض استهلاك الطاقة ويخفض استهلاك الماء. أحد المساجد لو مسجد قريب من غرناطة مول، أعتقد مسجد أولاد السيد، صمموه فرحات طاشقندي، وصمم فيه ثلاث صالات منفصلة. صالة إلى الصلوات اليومية اللي يكون عدد المصلين فيها قليل، وصالة لصلاة الجمعة والصلوات اللي يكون فيها أعداد المصلين كبير، وصالة للنساء. طيب، أنا صليت في المسجد هذا، وجدت أنه الصالة الصغيرة اللي مخصصة للصلوات اليومية، صلاة الظهر مثلا، صلاة الفجر، اللي زي ما قلنا ما في عدد كبير من المصلين، تستخدم للصلوات يعني الصالة الكبيرة تستخدم باستمرار لكل الصلوات. فلما تكلمت أنا مع الإمام قلت له يا أخي العزيز، المسجد هذا مصمم أساساً لتقليل استهلاك الطاقة. قال لي يا أخي اللهم موسع علينا، ليه تبغى نضيق على نفسنا؟ الصالة هذه صالة كبيرة وواسعة. بقول له يا ابن الحلال، تكلفة التكييف، تكلفة الإضاءة، تكلفة حتى الصيانة تقل لما تستخدمها. نفس الشيء كلامه، الله موسع علينا. ليه؟ لأنه هو نفسه شخصيا راتبه ما يتأثر، ولو كان في ميزانية محددة أوكي يستفيد هو من الفائض في توفير
الميزانية لربما اهتم أكثر بكثير. أوكي. كثير من المساجد الآن فيها فاصل زجاجي يفصل بين الجزء الشرقي عن الجزء الغربي، يعني أتكلم عن الرياض لأن القبلة في الغرب. أوكي. بحيث أنه في الأيام أو بالأحرف الصلوات اللي عدد المصلين قليل فيها يستخدموا الجزء الشرقي اللي هو أصغر وما يتطلب تكييف كثير، ولكن لما تروح المساجد حتى اللي فيها الفواصل هذه وصممت الغرض هذا تلاقي أن جميع الصلوات تقام في الصالة الرئيسية. فالمشكلة هنا مشكلة في النموذج الإداري، النموذج الإداري للمسجد، وهذا ينطبق أيضا على الجامعات وينطبق على كل المؤسسات الحكومية. المؤسسات الحكومية كلها موصولة مباشرة بشركة المياه وما لها ميزانية منفصلة للموية، وما دام عارفين الموية ما راح تتسكر عنهم ما في دافع أنهم يفكروا في توفير استهلاك المياه. فهنا المشكلة مشكلة إدارية، كيف أنه المؤسسات تكون لها ميزانيات مستقلة وميزانيات محددة لاستهلاك الماء. المساكن طبعا زي ما قلنا التسعيرات هي أحد الوسائل، لكن التسعيرة ما هي كل شيء، لأنه الإنسان محتاج أن يستهلك موية، وزي ما قلنا التسعيرات الحين معقولة، فما الكثير من الناس ما يهتموا بالهادر اللي يصير في بيوتهم نتيجة لأنه التوصيلات فيها تهريب والمحابس فيها تهريب وهلم جرا. شركة المياه الوطنية سوت فحص إلى 1000 مبنى عقار مسجد سوري مسكن، ومن نتيجة الفحص هذا وجدوا أنه إصلاح التسربات يوفر 28% من قيمة الفاتورة، وأنه المبادرة حقتهم هذه اللي هي أدت إلى إصلاح التسربات وكذا وتركيب أدوات الترشيد وفرت 46% من استهلاك الماء في العقارات هذه. أوكي. هذه كانت مجرد مبادرة من شركة المياه، زي ما قلنا تجربة استخدموا فيها 1000، وبعدين انتهى الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا كل كل سنة لازم نودي سياراتنا ونفحصها، وبعدين صارت كل 3 سنين نودي سياراتنا ونفحصها عشان نتأكد إنه سياراتنا ما تلوث الجو وما تستهلك كميات كبيرة من البنزين، وأيضا إنها ما تؤدي إلى مشاكل في السلامة. جميل. لكن في البيوت ما عندنا فحص إطلاقا. أنا ما أقول كل سنة لازم كل بيت ينفحص، ولكن كل 3 سنين كل 4 سنين أو ممكن الفحوصات تكون بطريقة عشوائية. مهم لابد من وجود فحوصات. أوكي. لما تخش في الموقع حق شركة المياه يقول لك إذا تبغى تسوي فحص لبيتك أوكي انقر على التوصيلة هذه. لما تنقر على التوصيلة هذه توصلك إلى موقع وزارة المياه، وموقع وزارة المياه ما في ولا شيء عن الموضوع هذا إطلاقا. أوكي. فمفروض على الأقل يكون في شركات ومؤسسات متخصصة بالفحوصات المائية، ويكون لها تسعيرات محددة حسب حجم البيت مثلا، وإنه يطلب من الناس إنهم على الأقل مرة كل 3 سنين أوكي يفحصوا بيوتهم ويشوفوا أسباب التسربات، وهذا يعود لهم هم نفسهم بالفائدة لإنه يقلل من التهريب في الشبكة حقتهم
وبالتالي يوفر لهم أيضا كميات من المال. في تقنيات شوية غريبة ولكنها ممكن استخدامها. أنا أعرف أنه في أرامكو توفر إلى المساكن في الظهران وفي راس تنورة وفي وحتى إذا ما أنا غلطان المساكن اللي في جامعة البترول أيضا توفر لهم ماسورتين، ماسورة موية حلوة وماسورة موية مالحة. موية مالحة يعني موية بحار، يضخوا الموية من البحر إلى البيوت علشان استخدامها في الفضلات، الله يكرمكم، في التخلص من الفضلات. فبدل ما نستخدم موية معالجة، موية مكلفة لصرف الفضلات البشرية، ممكن نستخدم مياه البحر. طبعا هذا يعني تغييرات في الشبكة وكذا، ويمكن صعب تطبيقها الآن، ولكن على الأقل هذه فكرة ممكن تطبق في المشاريع الجديدة اللي تصمم قريب من البحر، سواء كان في المنطقة الشرقية وإلا في جدة ولا في أماكن أخرى. أتكلم بعد كده عن توفير المراحيض العامة. هذا موضوع ما له علاقة مباشرة بتوفير المياه، لكن موضوع مهم، موضوع مهم. ما عندنا مراحيض عامة تكفي، ما عندنا مراحيض عامة تكفي. نبغى أغير الشبكة. You are sharing. طيب كيف أتخلص من التغيير من هذا؟ طيب أجلس مرتب. طيب ما نعرف كيف أغير الشيرنج هذه. ستوب شيرنج ممكن. ستوب شيرنج. طيب فالموضوع هذا مهم. إحنا الحين نتكلم عن زيادة جودة الحياة. أنا أروح إلى محلات الكمبيوتر اللي في وسط اللي في العلية، أوكي. ولما أروح هناك أقضي يمكن في حدود ساعة وشوية طالع في الكمبيوترات كذا كذا، وأحتاج إني الله يكرمكم أخش الحمام. ما ألاقي حمام، ما ألاقي حمام، حمام عام ما فيش. في واحد من الحمامات العامة مخفية في دور تحت الأرض في واحد المباني. في مسجد طبعا، المسجد هذا حماماته مقفلة في غير أوقات الصلاة. فين الناس يلبوا احتياجاتهم الطبيعية؟ مشكلة. في الخارج رحت أنا ودخلت واحد من المطاعم وأكلت. طيب بعد كذا والله يكرمكم روح دورات مياه، قال لي ما فيش دورات مياه عندنا. ليش؟ قال والله البلدية منعتنا، البلدية مانعة المطاعم من عمل من توفير حمامات في المطاعم. أوكي. هذا كلام من زمان، ما أدري عن الوضع الحالي، ما أدري صراحة. طيب إيش أسوي؟ قال لي والله في المسجد البعيد اللي هناك تروح له تلاقي فيه حمام. طيب الحمامات اللي في المساجد هناك أولا بعيدة، وبعدين ما أعرف إذا كان الحمامات هذه أيضاً متوفرة على مدار النهار ولا فقط أثناء وقت الصلاة. وأيضاً الحمامات هذه ما فيها حمامات للنساء. يعني تخيل أنا أخذ زوجتي ورحت أتمشى بالخرج، دخلنا في أحد المطاعم، إيش نسوي؟ إذا كنا نريد نشجع السياحة ونريد نشجع نرفع جودة الحياة، فلا بد أن نوفر حمامات عامة. أنا توي جيت من دبي، والحاجة الجميلة في دبي هو توفر الحمامات العامة، توفر الحمامات العامة بكثرة في كل مكان في دبي. هذه حاجة رائعة. في تركيا الحمامات العامة أيضا متوفرة بكثرة، ولكن في تركيا الحمامات العامة
ما هي بلاش، تدفع ليرة عشان تدخلها. أوكي، والليرة هذه تدفعها لشخص، والشخص هذا يكون مسؤول عن نظافة الحمام، فالحمام يكون سيلف سستيننج، يعني يدفع تكاليفه من زواره. طيب أنا أفضل إني أدفع ريال وأخش في حمام نظيف، ولا إنه ما يكون في حمام إطلاقاً، أو يكون في حمام عام ولكنه وسخ وما في أحد يتم فيه. فما أعرف كيف أوصل المعلومة هذه، ولكن المعلومة هذه مهمة جداً جداً. طيب أنا الحين تكلمت 42 دقيقة، راح أوري بعض الصور أوكي لبعض الحمامات اللي موجودة في تركيا وفي غيرها. أوكي خليني أرجع من جديد أعمل سكرين شيرينج سكرين. أوكي وبعد كذا سيد العزيز. أوكي موضوع آخر بالنسبة إلى استخدام الماء هو استخدام النوافير واستخدام المسطحات المائية. أنتوا تعرفوا أن الماء اللي عندنا فيه كلس، فيه جير، فيه أملاح، وبالتالي النوافير أوكي المواسير اللي في النوافير تتسدد وتتوقف. بدلاً من إن إحنا نعمل مسطحات مائية كبيرة ونوافير تشتغل أول شهر بعد عملها وبعد كذا تتحول إلى مركب للنفايات، هذا ما فيه تجميل للمدينة إطلاقاً، ما فيه تجميل للمدينة إطلاقاً. هذا مثال هنا قريب من الدير على أي حال. هذه المباني إذا ما أنا غلطان كانت جزء من جامعة الإمام، وهذه في الحديقة اللي مقابلة لمسجد هناك. طيب هذا مثال فقط، لكن تلاقي أمثلة أخرى لها كثيرة. أوكي هذا حمام عام في تركيا، حمام عام في تركيا زي ما أنتم شايفين نظيف، يعني على الأقل من برا نظيف، من الداخل أيضا نظيف. تدخل تحط فلوس في الماكينة هذه أوكي، وتدخل وفي شخص اللي ينظف المكان. أوكي هذه من في اسطنبول زي ما انتم شايفين، اسطنبول بيوكشهر بلدية سي، بلدية سي يعني بلدية اسطنبول الكبيرة. طيب تخيلوا هذه الصورة في سالزبورغ في النمسا. اوكي سالزبورغ في النمسا، وهذه مباول لا تستخدم الموية اطلاقا. تخيلوا واترلس يورينالز في سالزبورغ، يعني إنه الغرب مهتمين بتوفير المياه مع إنه الموية عندهم أكثر كثير من عندنا، وإحنا اللي مويتنا قليلة ولا نهتم بتوفير المياه إطلاقا. كأنه طبعا هذا الميضة موجودة، والله ما أتذكر فين، ولكن ميضة زي ما أنتم شايفين فيها محبس هنا والمويه تنزل من هنا، فالإنسان يستطيع يطهر نفسه مباشرة بعد التبول، وأيضا ينزل كمية قليلة من الماء لصرف البول الميكروكوب. هذه توفر كمية كبيرة من الماء. أوكي هذا مثال على القطاع الخاص أيضا يبني نوافير، وبعد فترة بسيطة النوافير هذه تتوقف المياه فيها وتتحول إلى مصادر للإزعاج البصري. المفروض أنه البلدية يا تمنع هذول من بناء المواسير أو ترغمهم أنهم يزيلوها إذا ما أصانوها، أو ترغمهم على صيانتها. أما أنها تظل النوافير زي كذا، هذا شيء ما هو جميل إطلاقا. والأفضل أنه رحم الله مريان من عرف قدر نفسه، إحنا بالبلدة ما فيها موية، الله ما أعطانا موية، فلازم نتعامل مع الوضع كما هو. أوكي إيش عندي من الصور أيضا اللي موجودة في الهارد ديسك حقي. أوكي هذه مبولة موجودة في مساكن وزارة الخارجية. أوكي زي ما أنتم شايفين في جنبها شطاف،
وتنزل كمية معقولة من الماء. لماذا لا تستخدم؟ وهذه داخل غريفة، داخل غريفة في داخل الحمام، أوكي، للحفاظ على الخصوصية. طبعا في طرق أخرى للحفاظ على الخصوصية، وضع حواجز بين المبولات. هذا ما لدي أقوله الآن، وأتمنى أنكم تشاركوني بأفكاركم. شكرا لك، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المحاضرة وتسليط الضوء طبعا على موضوع مهم وضروري جدا، واللي يمثل طبعا أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في موضوع ترشيد استهلاك المياه. إذا تسمحين ناخذ مداخلات وأسئلة الأخوة والأخوات الحضور، طريقة المشاركة إما برفع اليد وأخذ المشاركات الصوتية حسب أولويتها، أو بكتابة أسئلتكم في صندوق الرسائل وسنقوم بطرحها إن شاء الله لضيفنا لهذه الليلة. دكتور، أنت ذكرت قبل شوي عن موضوع المسجد اللي صممه الدكتور فرحات طشكندي. كان في سؤال من الأخت سارة القحطان كانت تسأل، تقول إذا تقدر تعيد اسم المسجد. المسجد هو قريب من غرناطة مول، اسمه مسجد أبناء السيد، لأنه مسجد بنى على نفقة أبناء السيد. جميل. طيب إلى حين وجود طبعا الأسئلة والمشاركات الصوتية، أنا عندي تقريبا سؤالين، يمكن هي أهم سؤالين أو مجالين تطرقتهم دكتور في محاضرتك، اللي هو موضوع طبعا ترشيد استهلاك المياه في المساجد، واللي تشكل نسبة كبيرة طبعا من استهلاك الدولة، وحسب تصريح وزير الشؤون الإسلامية قبل سنتين كان يذكر أنه فواتير الكهرباء والمساجد، فواتير الكهرباء والماء التابعة للمساجد تستنزف تقريبا ربع ميزانية الوزارة، وهذا اللي كان يحث الوزير طبعا على أئمة المساجد أنهم يتحملون هذه المسؤولية. برأيك ووجهة نظرك، تقع تقييم المسؤولية هل على الوزارة أو على المتبرعين أو على الناس اللي تدير تشغيل هذه المنشآت؟ والله المشكلة هي في طريقة الإدارة، يسموها بيزنس موديل، طريقة الإدارة. طريقة الإدارة أن المسجد أو الإمام حق المسجد ما له فائدة شخصية. ما المسجد شخص بشر زيه وزيك، ما هو يعني ملاك، فهو أيضا يتأثر بالمحفزات المالية. أوكي، فإذا كان المسجد له ميزانية محددة، أوكي، والميزانية المحددة هذه إذا فيها فائض ممكن هو يستفيد منها، هذا يعطي حافز إنه يقلل من استهلاك الماء، وبالتالي يقلل من تكاليف المسجد، وبالتالي يقلل من فائض الميزانية. أوكي، الآن الإمام ما عنده حافز إطلاقاً، راتبه ما يتغير، أوكي، الماء ما ينقطع عن المسجد إطلاقاً، وبالتالي زي ما تقول هو وضميره. أوكي، طبعاً ما أقول والله الضمائر الناس فيها خلل ولا هذا، ولكن الناس بشر أيضاً وعندهم اهتماماتهم. فأنا أتوقع المشكلة هنا ما هو في البشر، ولكن في النموذج الإداري، البيزنس موديل. أوكي، والمشكلة هذا ينطبق حتى على الجامعة، ما هو فقط على المساجد ولا على كل المؤسسات العامة، تروح المحكمة ولا تروح الجوازات ولا تروح أي مؤسسة عامة، إذا المؤسسة هذه ما تدفع مباشرة إلى الشركة من ميزانيتها هي، ما عندها حافز إنها توفر في استهلاك الماء، ما عندها حافز. أنا أتكلم عن المؤسسات العامة ومنها الجامعات. تفضل. سؤال الثاني دكتور على موضوع طبعا ذكروا يمكن تقريبا من 4 شهور اللي هي شؤون الحرمين، على أنهم وفروا تقريبا ما يقارب 60% من استهلاك المياه
للمواضع ودورات المياه وانتم كرامه في الحرمين طبعا، سواء الحرم المكي او النبوي، وذلك بتقنيه ضخ المياه. يعني صارت قوه البريشر او قوه الضغط المياه صارت اعلى، فبالتالي صارت استخدام المياه بشكل اقل. هل من وجهه نظركم هذا هو العامل الوحيد اللي يميز في استهلاك المياه، او ممكن في عوامل اخرى تغير في استهلاك المياه بدون الضغط المويه؟ المفروض العكس، كل ما زادت سرعة تدفق المياه في المواسير كل ما زاد الاستهلاك. وفي بعض القرى أو بعض المدن الأمريكية البلدية توفر حافز للناس اللي قللوا سرعة تدفق المياه في شبكاتهم. أنا في الحقيقة لا أعرف كثير عن الحرمين الشريفين ولا عن تقنيات توفير المياه هناك، بس الحرمين الشريفين أيضا فيهم الله يكرمكم دورات مياه كثيرة، وممكن الاستفادة من مياه الوضوء لتصرف الفضلات الصحية، وهذا ما يتم في أي من المساجد لحد الآن، ولا أعرف أي مسجد، مع أنه شغلة بديهية. سمعت عن مسجدين في المملكة في الرياض بالذات يسوي شغلة مشابهة، لكن لما رحت ما وجدت شيء. لما زرت المسجدين هذول ما وجدت شيء، وجدت أنه والله أحد المساجد عندهم ظاهر شجرتين ثلاثة برا، وهذه يرووها من الاساس من مياه الوضوء، غير كذا ما لقيت شيء. جميل. وبما أنه تطرقنا طبعا لموضوع الضغط الموي والبريشر، كان في سؤال من المعماري هاشم الطريري كان يسأل، يقول هل يوجد فرق في استهلاك المياه في المنزل، طبعا بين المنزل الذي يعتمد على دفع المياه من الخزان العلوي والمنزل الذي يعتمد على مضخة تدفع الماء مباشرة من الخزان الأرضي؟ تدفع المياه مباشرة من الخزان الأرضي؟ هذه يبغى لها بحث. أنا ما أتوقع أن يكون فيه فرق كبير، ما أتوقع، لأنه يعتمد أيضا على قوة المضخات تربح حصان نص حصان، ويعتمد أيضا على قوة المضخات، على حجم استهلاك المضخات من الكهرباء أو بالأحرى على قوتها. جميل. في سؤال من دكتور الفوزان كان يسأل، طبعا يشكرك شكر جزيل دكتور محمد، ويذكر أنها معلومات هامة اللي ذكرتها في المحاضرة، ويسأل أنه ماء المنزل يذهب للأسف لسقيا زراعة الحديقة، وبعضهم يستخدمونه في المسابح المنزلية، كيف يمكن أنه يتم ترشيد في هذا الجانب؟ طبعا إعادة استخدام المياه الرمادية وسيلة فعالة. أسهل شيء هو إعادة استخدام مياه المسابح، الله يكرمكم، الدش، لصرف المياه لصرف الفضلات البشرية. الدشوش تستهلك 60 إلى 70% من استهلاك البيت من الماء. طيب، هذا ممكن جمعه في خزان صغير، أوكي، وإعادة ضخه إلى كرسي الحمام في داخل الحمام، ما هو برا. الدكتور عمر باه همام في بيته الجديد سوى نظام للبيت كله، بحيث انه المياه الرماديه تجمع في خزان في الحديقه، وتضاف وتنقى، اوكي، يضاف اليها شويه كلور عشان قتل البكتيريا وكذا، وايضا يتم التخلص من الاشياء العالقه وتترسب الأشياء العالقة. يعني الخزان عبارة عن خزانين الحقيقة، أوكي، وبعد كده تضخ إلى أعلى السطح
ومن هناك تغذي الله يكرمكم كراسي الحمامات. أوكي. فهذه طريقة وما أعتقد أنها مكلفة. الدكتور ما استخدمها مع أنه بناها وصمم بيته بالطريقة هذه. طبعا هذه صعب عملها في الجسم، صعب عملها في البيوت الموجودة بالفعل، ممكن عملها في البيوت الجديدة، ولكن في البيوت الموجودة حاليا من أسهل شيء هو توصيل الله يكرمكم توصيل مغاسل اليد، مغاسل اليد بالخزان حق الكرسي. وفي الحقيقة في شركات تصنع غطاء إلى خزان الكرسي، بحيث أنه لما تضغط عليه، لما تضغط على الزر حق إزالة الفضلات، أوكي، في حنفية فوق تضغط لك الموية عشان تغسل يدك فيها، والموية اللي تغسل يدك فيها تنزل مباشرة في خزان الكرسي. لو تخشوا في اليوتيوب وتكتبوا كلمة gray water، gray water GREOA، الأمريكان يكتبوها A والغربي والبريطاني يكتبوها E، gray water، يتلاقوا معلومات كثيرة عن الموضوع هذا، عن إعادة استخدام الماء داخل الوحدات السكنية. أنا شفت مرة الله يكرمكم حمام كنت في ألبانيا في قرية صغيرة، مغسلة اليد موصولة مباشرة إلى الحمام الله يكرمكم، كب في الحمام بدل ما تروح كب في الكرسي نفسه. أوكي. في الإمكان عمل بعض التغييرات البسيطة في البيت. طبعا حمام، قصدي أنا ماء الدش يمكن تجميعه يحتاج إلى عملية شوية أكثر تعقيد، بس الحين في وسائل صغيرة وما هي مكلفة. أنتوا عارفين إنه المكيفات الصحراوية فيها بضخات صغيرة تباع في السوق بشيء 50 ريال، مضخ صغير، فممكن والله تجميع مياه المويه من الدش، أوكي، باستخدام المضخة الصغيرة هذه، أوكي، في حاوية مويه، علبة مويه، أوكي، ويضخها، والعلبة هذه تكون في مستوى أعلى من خزان المياه، من خزان الكرسي، وبالتالي تتدفق بفعل الجاذبية الأرضية مباشرة إلى الكرسي. ففي طرق كثيرة أيضا لتوفير المياه إذا توفرت الإرادة، إذا توفرت الإرادة. للأسف الموضوع الجري واتر وعادة استخدامه ما معطى اهتمام كبير. ولو تدخل حتى في موقع شركة المياه الوطنية ما في أي معلومات عن الموضوع هذا، ولكن هذا أحد وسائل. الموضوع الآخر له علاقة بالاستهلاك، يعني ترى ما ضروري إن كل مرة الواحد يتبول إنه ينزل الموية. ممكن الواحد ينزل الموية بعد كل 3 مرات. الأمريكان عندهم مثل يقول when yellow let it mellow when brown flush it down. إيش معناتها؟ when yellow يعني تو كنت استخدمت الحمام، let it mellow يعني انتظروا شوية، خليه يغير لون، خليه ينضج. أوكي. أنا أقول لما أصفر خليه يصبر، لما بني خليه يولي. بمعنى آخر أنه ما في ضرورة، أو هذه أنا أستخدمها في بيتي بنفسي،
اوكي، ما انزل المويه بعد كل الله يكرمكم بوله احطها في هذا. فهذه من الاشياء اللي ممكن تقلل، بس الاشياء هذه اذا الناس ما يعرفوا عنها، الناس يخافوا، يقول والله الحمام والله يسبب امراض اذا ما نزلت المويه كل مره، وهذا كلام غير صحيح، كلام هذا غير صحيح. ممكن واحد ينتظر بعد كل 3-4 بولات لما الريحة تصير مزعجة أو اللون يكون مزعج إنه ينزل الموية. جميل، شكرا دكتور. يمكن أنا إذا تسمح لي بس مشاركة تجربة شخصية يعني قمت فيها في منزلي. ركبت أنا مجرى، خلينا نقول زي الجريل اللي ينحط دائما في تصريف الأمطار، حطيته في نهاية فتحة باب الجراج على أساس أنه كل ما قام الحارس بغسيل الحوش تجتمع كلها في الجريل هذه وتأخذها إلى خزان صغير، ركبت فيه دينامو بسيط، وصار يستخدمه الحارس في تسقية النباتات اللي خلينا نقول الغير مثمرة، فبالتالي صار فيه شوي بالانس، يعني صار فيه المياه هذه المهدرة يعاد استخدامها بشكل بسيط، حتى لو كانت الكمية قليلة اللي يتم يعني تخزينها، لكن على مدار عام صار في فرق كبير يعني في استخدام وفواتير المياه. جميل جميل، كل مبادرة كل شغلة فيها تقليل من استخدام الماء، وأنا في رأيي من الأشياء المهمة في الواقع إذا أردنا أن نقلل الماء على مستوى الدولة أنه يكون في فحص دوري للبيوت. التجربة اللي سوتها شركة المياه وعاينت 1000 منزل فقط، وجدت أنه كثير من الهدر يتم في التهريب في المواسير اللي داخل البيت، حسب كلامهم الماسورة اللي بين العداد وبين الخزان. الخزانات أيضا اللي عندنا معظمها تبنى من الخرسانة، ويصير في تشققات في الخزان نفسه في الخرز هذا، وهذا يسبب أيضا هدر في الموية. من لهذا أنا أقترح إنه كل واحد أوكي يعمل فحص لبيته، وتكون في مؤسسات متخصصة في الموضوع، ما هو كل من جاء وقال لنا أفحص لك، زي ما الحين في ناس شركات يقول لك نفحص لك تسربات المياه، وجبت واحد أنا عندي هنا في البيت عشان نفحص تسربات المياه، عندهم جهاز صغير يركبوه ما أدري إيش يعملوا فيه، وبعدين يقول لك ما لا والله ما عندك تسربات، كيف يقيسوا والله ما أدري، أوكي ما ويأخذ 500 ريال ويمشي وبعد كده ما أشوفه. فهذا الكلام يعني ما ينفع، لابد إن المؤسسات هذه تكون مؤهلة مرخصة، ما هو كل من جاء قال أنا أسوي، مؤهلة ومرخصة، ويكون لها أيضا تسعيرة محددة. وربما هذا التكلفة هذه ممكن البلدية أو بالأحرى شركة المياه تخصمها من الفاتورة إذا فعلا مراد تطبيق هذا. فلا بد توفير حوافز أيضا إلى الناس، لأن الناس بشر ويتأثروا بالحوافز المالية، فوالله ممكن البلدية تطلب من الناس إنهم يوفروا إنهم يفحصوا بيوتهم بمبلغ محدد، أوكي، وعند شركات مؤهلة مؤسسات مؤهلة، وممكن المبلغ هذا يخصم من الفاتورة، ويكون كل 3 سنين، مو ضروري كل سنة، كل 3 سنين، أوكي. لأنه كثير من الهدر يضيع في الشبكة نفسها في داخل البيوت، إضافة طبعا إلى عدم إعادة استخدام المياه واستخدام المحابس اللي خلاطات المويه الحار والبار، إحنا نستفيد إحنا نتهاون معاها، لكن الخلاطات اللي لها جزئين، واحد للمويه الحارة واحد للمويه الباردة، هذه تستهلك مويه أكثر بكثير من الخلاطات اللي لها مقبض واحد يتخلى يعني شو اسمه. وكل ما كان المقبض هذا كبير
وسهل استعماله. كل ما ببساطة الواحد يضغط عليه في الفترة اللي هو حط الصابون على يده وقاعد يسوي زي كذا بيده بالصابون في الفترة هذه ما يحتاج مويه، وبالتالي بسهولة يضغط على أنا وجدت في أعتقد جامعة ملبورن، كنت في زيارة لأستراليا ورحت إلى ملبورن جامعة ملبورن أوكي، واحدة من الحمامات اللي دخلتها عصا طويلة تنتهي بكرة، عصا طويلة تنتهي بكرة الخلاطة يعني العصا هذه اللي تجمع الماء الحار والباردة، عصا بسهولة الواحد يضغط عليها تتسكر، يرفعها كذا تنفتح أوكي، وبالتالي أثناء غسيل اليد الفترة اللي الواحد ما يحتاج الموية بسهولة يسكرها. إحنا عندنا تفتح الموية من هنا، خصوصا إذا كانت محبس عبارة عن فتحتين أو بالأحرى محبسين أوكي، تحبسها أو توفر تشغل الموية وتحط صابون وبعدين تدخل يدك تحت الموية وبعد كده تسكرها. في فترة ما تحتاج الموية النظيفة تروح هدر، وحتى في غسيل الأسنان يعني تشوف الكلام اللي موجود في يوتيوب وهذا عن توفير في مجرد المويه المستخدمه في غسيل الاسنان، يقول لك والله حط مويه في كاس اوكي، حط مويه في كاس والماس والفرشاه غسلها في المويه هذه اللي موجوده في الكاس، بدل ما والله تخلي المحبس شغال طول ما انت تغسل اسنانك. جميل. يمكن على موضوع الفحص المباني من ناحية الاستدامتها، من الجيد أن نذكر أن وزارة الإسكان تقوم ببرنامج طبعاً اللي هو البناء المستدام، وتقيم فيه بعض المباني من ناحية استدامتها بعد ما تحقق طبعاً المعايير والاشتراطات المعتمدة في خدمة تقييم الاستدامة، وهي يمكن نظام شبيه بنظام ليد طبعاً الأمريكي والأنظمة الأخرى في الدول في بقية دول العالم. وهذا يمكن نظام مستحدث وبدأت فيه تقريبا وزارة الإسكان من سنتين، ومن الجيد يعني يمكن الواحد أن يتعرف عليها، وكذلك من الضروري كمان على مطوري العقاريين أن يتم إلزامهم بتطبيق هذه المعايير. في نقطة ذكرها الأستاذ عبد الله يمكن تعليقا على كلامك دكتور محمد، أنه في موضوع كمان توفير أو تشييد استهلاك المياه طبعاً في دورات المياه، أنه ممكن الواحد كمان يستخدم الاستجمار في الأمور الخفيفة كما أمرنا الإسلام بالتنويع بين الاستنجاء والاستجمار. تعليقه دكتور. والله هذا موضوع شخصي، الاستجمار أيضاً أنا ما أنا رجل دين، بس أنا ما في أنا ما أرى في داعي للاستجمار ما دام الماء موجود، ما تحتاج كمية كبيرة من المياه، ولكن هذا يتبع الحرية الشخصية. جميل. استجمار معناته الاستجمار بالورق طبعا، ورق الحمام. جميل. طيب في سؤال كان من المهندسة سارة القحطاني، كانت تسأل عن المراجع الموجودة في السوق، لأنهم كمهندسين منفذين لعدد من المشاريع، إيش المراجع اللي ممكن نأخذها من الموردين نتعامل معها في موضوع نظام ترشيد استهلاك المياه، من ناحية طبعا اقتراح تقنية مناسبة أو من ناحية استخدام أدوات ذات كفاءة عالية، فهل في هناك أسماء معروفة نقدر نبحث عنها كمرجع في هذا الموضوع، ولا نحتاج جهد شخصي نبحث زي ما نبحث عن جداول المواصفات في الكمية؟ باللغة الإنجليزية أتوقع تلاقي مراجع أكيد باللغة الإنجليزية، لكن باللغة العربية يمكن صعب. كيف تلاقي مراجع الحين؟ والله جوجل سهل العملية كثير، ممكن تخش في جوجل وتكتب water saving methods، water saving features، water saving techniques، water saving strategies، وأتوقع تلاقي مراجع كثيرة عن طريق جوجل. إنما باللغة العربية أنا شخصياً ما أعرف مراجع معينة، ولكن لو الواحد راح إلى المكتبة في المكاتب الجامعة، المكتبات العامة في الجامعات ترى تحوي مراجع كثيرة إحنا ما ندري عنها وما نزورها، ولكن تحوي
فأول شيء الواحد يسويه إذا يبغى يفتش عن مراجع عن كذا، إنه يروح إلى المكتبة العامة، المكتبة العامة قصدي أنا في جامعة الملك سعود هي أو تقصد الجامعة يمكن اللي أنت فيها. دكتور، هي تقصد يمكن مراجع شراء مو مراجع علمية. هل تتوقع أنه مثلا في، خلينا نقول مثلا الآن يعني نرى هيئة المواصفات والمقاييس تقوم بجهد كبير في كفاءة الطاقة من ناحية وحدات التكييف ومن ناحية الأجهزة الكهربائية زي الغسالات وخلافه، تضع عليها استكارات طبعا في كفاءة طاقتها، وكذلك حتى وجدناها حتى في السيارات من ناحية تصنيف كفاءة الطاقة. فهل يعني تنصح مثلا، او هل تعتقد انه ان شاء الله يكون في جهد كذلك على موضوع استهلاك المياه، بحيث مثلا ممكن يتم تصنيف الخلاطات او نقول اجهزه السيفونات سواء كانت المخفيه او البوكسات، انه يكون فيها مثلا ستيكر تبين انه تصنيف الف باء جيم من حيث استهلاك المياه؟ في عندنا هيئة المواصفات والمقاييس. هيئة المواصفات والمقاييس أنشئت أساسا للتأكد من أنه كل الأشياء التي تستورد إلى المملكة، أوكي، أولا ما تضر الإنسان من ناحية السلامة، ولكن أيضا أنها توفر الطاقة وتوفر الكهرباء وتوفر قصدي المياه. طيب أنت لما تروح الحين تشتري محبس من محلات بيع المواد البناء، يبيعوك محابس أشكال وألوان. بعض المحابس من تجربتي أنا، والله ما تعمر سنة وتخرب وتنز موية وتضطر تجيب سباك علشان يبدلها، تكلفك هي 10 ريال، ولكن لما تجيب سباك عشان يبدلها، السباك ياخذ منك 50 100 ريال عشان يبدلها. وبالتالي فهذه الأشياء اللي تباع، المحابس الرخيصة اللي تباع، ينبغي منع وصولها إلى المستهلك. كيف؟ ما أعرف. المفروض أن المواصفات والمقاييس، أو ما أقول مفروض، ولكن ممكن المواصفات والمقاييس أن يكون عندها مفتشين يفتشوا على محلات بيع المواد، مواد البناء وخصوصا مواد السباكة، أوكي، ويتأكدوا أن الأشياء اللي بيعوها مطابقة للمواصفات. أوكي. الموردين يستوردوا طبعا بكميات كبيرة وكنتينرات وصعب فحص كل شيء، أي نعم، لكن على الأقل ممكن فحص الأشياء اللي موجودة في السوق. واحد موظف عادي من موظفين أي مؤسسة حكومية، مواصفات والمقاييس ولا البلدية ولا هذا، يطلب يروح إلى المحلات هذه، يطلب منهم، يشتري منهم عينات من هذا ويشوف. والعينات السيئة يعني يقولوا لهم هذه ممنوعة، وإذا نشرت إنه هذه ممنوعة وظلوا هذول يستوردوها يبيعوها يغرموا. يعني الحين لما تروح تبغى تشتري سيفون، الله يكرمك، سيفون اللي هو في داخل الكرسي، الخزان حق المويه، خزان الكرسي، في سيفونات والله ما تعمرت لها سنه وتخرب وتنز مويه. فالسيفونات السيئه التصنيع، السيفونات اللي ما فيها الا زر واحد فقط بدل زرين الى الله يكرمكم البول والى الغائط، هذه ينبغي أنها خلاص يمنع بيعها. قبل شوية أحد الأخوان علق أنه ينبغي أيضا كتابة أو بالأحرى تقييم كراسي الحمامات من حيث استهلاكها إلى هذا، وعمل استكرات عليها، وهذا أيضا جيد.
هذا جيد، فكرة جيدة، إنه والله يكون في تقييم إلى كراسي الحمامات من حيث استهلاكها للماء، كما في تقييم الحين للسيارات من حيث استهلاكها للبنزين. لما تشتري سيارة في لوحة من هيئة المواصفات والمقاييس وعلامة خضراء وصفراء وحمراء وزرقاء حسب استهلاكها للبنزين، لكن بالنسبة إلى الله يكرمكم كراسي الحمامات ما فيش. عندنا شركات محلية، عندنا شركة الخزف السعودية تصنع حمامات، تصنع فيكتشرز حق الحمامات، وأنا زرت مصنعها قبل كم سنة وقلت لهم يا جماعة في اليابان يبيعوا الكراسي هذه اللي المخزن فوقه محبس زي ما شرحت لكم من قبل، وبالتالي الكرسي هو نفسه مغسلة وهو كرسي، تغسل يدك والمويه تنزل مباشرة، يعني أول ما تضغط على الزر زر صرف الفضلات ينفتح اوتوماتيكيا المحبس اللي فوق وتغسل يدك والمويه تنزل مباشرة تحت. فقلت لهم يا جماعة ليه ما تسوي الحركة هذه، فيها توفير كثير للمياه. قالوا لي والله هذه ما توفر لنا إحنا فلوس، بدل ما نبيع مغسلة منفصلة عن الكرسي يصير قطعة واحدة لاثنين. هذا توفير قصير الرؤية بالمرة، وفروا وخلوا الناس هم اللي يختاروا، وخلوا الناس هم اللي يختاروا. أنا ما أدري كيف ممكن إلى الجهاز الحكومي أن يقنع المؤسسات هذه، زي مثلا شركة الخزف السعودية وفي شركة ثانية بورسلين أنهم يصنعوا الشغلات هذه ووفروها في السوق ويتركوا المجال للناس. غالبية الناس ما يعرفوا عن وجود الأشياء هذه، واستيرادها من الخارج مكلف إن واحد يستوردها، أيضا لأنه المستوردين بالنسبة لهم في ربح أكثر لما يبيعوا قطعتين بدل قطعة واحدة، لكنها موجودة في السوق، موجودة في السوق خارجية، بس ما يستوردوها الموردين ولا يصنعوها المصنعين المحليين. كيف نحثهم على أنهم يصنعوها؟ كيف نحثهم على الموردين اللي يستوردوها؟ لا أعلم في الواقع، ولكن ينبغي شركة المياه ولا وزارة الزراعة ولا البلديات إنهم يفكروا في الموضوع هذا. جميل، شكرا. يمكن للمعماري هاشم الطريري على التصحيح. بالفعل توجد هناك بطاقة ترشيد استهلاك مياه تصدر للأجهزة المستخدمة في المياه، يمكن ما كان عندي اطلاع عليها، وبالفعل فيها ستيكر وتصنف البطاقة ترشيد استهلاك المياه إلى ثلاث أنواع ألف وباء وجيم، وفيها طبعا كمان مذكور فيها معدل تدفق المياه لكم لتر لكل دقيقة، فهذه ممكن الأشياء الواحد يحرص على قراءتها قبل شراء أي أدوات. طيب، في سؤال أنا كان ودي أذكره وأتطرق له دكتور، ويمكن نختم في جلستنا لهذه الليلة، اللي هو موضوع طبعا المواضيع. إحنا ما زلنا الآن يعني مع تقدم التقنيات ووجود الصناعات السعودية في عدة مجالات، لم نرى حتى الآن مواضع مخصصة لنا كمسلمين وسعوديين تناسب ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وبنفس الوقت تحقق معدل استهلاك ترشيد المياه. تعليقكم على هذا النقطة؟ والله المواضيع اللي موجودة في المساجد الآن تفي بالأغراض الدينية، أوكي. المشكلة في المستخدمين، المشكلة في المستخدمين. طبعاً الحنفيات، في أنواع من الحنفيات من المحابس اللي لها ضغط، تضغط ضغطة واحدة وتنزل كمية محددة من الماء، هذه موجودة في جامعة المكسود، أوكي، موجودة طبعاً تباع، بس يمكن ما تباع في السوق ولكنها موجودة. فيبدو لي استخدامنا الاستخدام المحابس هذه اللي تضع عليها ضغطة وتنزل كمية محدودة من الماء أفضل من المحابس اللي تفتحها وأيضاً تترك
تتركها مفتوحة لحتى ما تخلص من الوضوء. أيضا سرعة اندفاع المياه، إذا كانت المياه تندفع بسرعة كبيرة فهذا طبعا فيه استهلاك للمياه أكثر، فممكن تقليل سرعة اندفاع المياه، وممكن استخدام أيضا المحابس اللي تضغط بدل ما أنها تنفتح، وأيضا تسهيل عملية الفتح. يعني بعض المحابس أوكي زي ما قلنا قبل شوي فيها فتحتين يد يعني حار وبارد، وتفتح شوي من ده وشوي من ده، وفي واحدة لا مقبض واحد تفتح. كل ما سهلت العملية على المستخدم كل ما تجاوب المستخدم معك. في هنا عملية تقليل سرعة تدفق الماء، وأيضا استخدام المحابس اللي تنزل كمية محددة من الماء عند كل كبسة. أتوقع هذا يقلل مسالك المياه في المساجد. شكرا جزيلا لك دكتور محمد. في بس كان في تعليق من المهندسة سارة القحطاني تقول من سنة تقريبا فازوا مجموعة بابتكار في مسابقة الفوزان لإكسسوارات المساجد في صنع ميضاء توفر مقدار مد من الماء، وهو مقدار وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه ممكن من التجارب اللي من الجيد يعني الاطلاع عليها والاستفادة منها في هذا الجانب. دكتور محمد نشكر لك وقتك وجهدك. دقيقة بس قبل لا نخلص، تفضل. هل قامت مؤسسة الفوزان بعمل لتصنيع هذا، لتشجيع تصنيعها؟ إذا ما قامت المؤسسة نفسها بتشجيعها بتصنيعها، هل قامت المؤسسة بتشجيع تصنيعها؟ يعني في أفكار كثيرة، ولكن إذا ما في أحد يدفع الأفكار هذه ويشجع على استخدامها أو ربما يوفرها حتى، تذهب أدراج الرياح، تجمع في التقارير وفي الشغلات هذه على الأرفف ولا حد يستفيد منها. فما دام إنه مؤسسة الفوزان مؤسسة خيرية، يا ريت إذا في أحد منكم له علاقة بمؤسسة الفوزان إن يقترح عليهم إنهم ممكن يسوي حتى مصنع ويوفروا الشغلات هذه بأسعار معقولة، أو يوفروها إلى وزارة الشؤون البلدية وزارة الأوقاف وكذا. المهم إنه يتم تطوير المبادرات هذه، ما تضيع. أوكي يعطوا جائزة وكلهم الناس يصفقوا لهم وكذا، لكن هم نفسهم غير قادرين على تطويرها لأن ما عندهم القدرات المالية. إن شاء الله بإذن الله تتصل الرسالة هذه طبعاً للجهات المعنية في هذا الموضوع، وما تكون هذه التصاميم حبيسة الأدراج بدون التطبيق. نشكر لك دكتور محمد مشاركتكم وجهدكم وكذلك وقتكم في تخصيص هذه المحاضرة كجزء من جدولكم ومشاركتها معنا في هذه المحاضرة. نشكر لكم تعاونكم معنا، وإن شاء الله نتطلع للتعاون معكم بالمزيد من المحاضرات وورش العمل. شكر لكم لإتاحة الفرصة لي، و أشكر أيضاً الحضور اللي أخذوا من وقتهم عشان يسمعوا الكلام. والشكر كذلك موصول للأخوات والأخوان اللي حضورهم لهذه المحاضرة. نود التذكير بأن المحاضرة مسجلة وسيتم إن شاء الله رفعها على قناة بوتقة في اليوتيوب، بإمكانكم الاطلاع على هذه التسجيل في وقت لاحق إن شاء الله. شكراً لحضوركم، ونلتقي بكم مساء الثلاثاء القادم بضيف جديد وموضوع آخر. تصبحون على خير.